نفسك في ايه السنة الجاية؟ نفسك توصلي ليه؟ على المستوى الشخصي نفسي يعني افضل اعمل اغاني فيها بهجة وفيها ده، دايما جزء من الحاجة اللي انا دايما ببقى نفسي اعمله. نفسي اعمل اغنية، اكتب اغنية لعمرو دياب عشان هو الوحيد تقريبا اللي ما اشتغلتش انت كتبتي معاه. للكينج، كتبتي كتبت لمنير. الكينج منير، والله كنت لسه عنده من يومين، انا بموت فيه، انا طبعا بحبه جدا منير يا جماعه، يعني سلام. نفسك تعملي لعمرو دياب يا عمرو؟ هي منى عايزه تكتب لك. على فكره هو عمرو من الفنانين اللي الشطار بيسمعوا جدا. لا لا، وبيعرف يوصل ده. صح. ناجح صح، هتلاقيه هو بيكلمك ان شاء الله. الحقيقه يعني ونفسي ابتدي بقى اخش في حته السيناريو والفيلم، يعني عايزه كمان ابتدي اخد بقى ستيب 2، يعني خدها في الميوزيكال. خدها في الميوزيكال طبعا. هي على فكره عايزه اقول لك ان هي هاجي جنب دكتور مدحت بقى. لا لا خلاص يا بنتي، مدحت ما هو مدحت ده مش هفضل يشتغل طول العمر. تساعد في الكتابه طبعا. ده تشارلي تشابلن دي شفتها 8-9 مرات، كل مره اقعد اعيط في الاغاني واعيط واقول لهم يا جماعه دكتور مدحت هتبقى كاتبه سيناريو شاطره جدا، لان الحوار قائم على التكسير وعلى انك تجيب جمل تدي معنى اكتر من انك تقعد تكتب صفحة كاملة. فالشعرة لما بيكتبوا يعني، شوف الحوار بتاع شيء من الخوف اللي كاتبه عبد الرحمن الابنودي، شوفي جمال الحوار. الحوار صح؟ الحوار طبعا طبعا. أيوة. يلا تعالي يا رب، بس اوعي الحوار ياخدك من الغنى. لا لا لا، خلاص ده كان خدنا انا جزء كان خدنا انا اللي بيكتبوا اغاني. انا بالنسبة لنا اهم حاجة الشعر، اي حاجه تيجي بعد كده، وهي اكيد ده بالنسبه لها يعني. لا، وهي بحسها حاجه مش بمزاج يعني. هقول لحضرتك تشبيه ممكن تضحكي عليا، بس هي والله العظيم عامله زي العطسه. هي لو جات لك عطسه لازم هتطلع، ولو ما طلعتش هتفضل تعباكي يعني. حلوه العطسه. ايوه غنوه يا العطسه. الحاح اصله غصب عنك. هي لازم هتطلع طالما جالك الكلمه هتضطري. انا فخوره بيكي، فرحانه بيكي. وانا لما دكتور مدحت قال ناخد نختار، احنا النهارده بنختارين ثلاثة من الشباب، فلما قال نختار منا القيعي انا قلت يس نختار. ده شرف والله. كنت عايز اختار السنه اللي فاتت ولا قبلها. وبحيي بالمناسبه احمد سعد كمان. طبعا احمد عامل احلى سنه. انا بحييها كل حاجه والله. شكرا، وبتمنى لك كل توفيق ويعني ونجاح، وانت فعلا بهجتنا، في بهجه كده من اغنيات منى القيعي، فانا سعيده بيكي. ميرسي جدا، حياتي للوالد. وانتوا طيبين. ميرسي يا دكتور مدحت. لا ده انا اللي قوي قوي يعني. انا اتشرفت بقعدتي جنبك وجنب حضرتك. ميرسي جدا. منى القيعي، اختيار دكتور مدحت العدل لنجوم هذا العام. ومنى فعلا اثبتت السنه دي والسنه اللي قبلها وان شاء الله الفتره القادمه كمان انها شاعره كاتبه مهمه، هيكون لها تاثير كبير في الغناء وإن شاء الله في السيناريوهات كمان.